السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدي مؤسسة النشطاء الإعلام محرقون الإنسان في هذا البث الاستثنائي الذي خصصناه للهجوم الذي تعرضه المعتصمون بثقافة القرقرات الغير شرعية في يوم الجمعة 13 نوفمبر الماضي والخرق المغربي لاتفاق الضاغ النار المبرم بين جبهة البوليساري والمملكة المغربية. وسيكون معي الزميل الإمام البشير الذي كان متواجدا هنالك. أهلا بك الإمام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا شكر خاص لمؤسسة النشاط الإعلام والحقوق الإنسان على مواكبة تطور الأحداث واللي كان واقع بمنطقة قرقرات وخاصة الذي يتعلق بثغرة قرقرات غير قانونية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية نضالية لجميع الشعب المخيمات أعز الكرامة والأرض المحتلة وجالياتنا والمهجر والريف الوطني والشتات وكل تواجدات الجسم الصحراوي مختلف مواقع تفعل النضال. أهلا بكم. أهلا بك. في البداية الزميل الإمام، الرأي العام متعطش لكي تسرد له ما وقع بتفاصيل يوم الجمعة 13 نوفمبر، اختراق المغرب لاتفاق إطلاق النار المبرم بين جبهة البوليساري والمملكة المغربية. تسمعني الإمام؟ أولا حد باقي يعني معلومة والله معلومات دقيقة والله واضحة عن خرق نظام الاحتلال المغربي الوقت. نعم ألو، قلت على أنه حد باقي بسمع يعني والله أي معلومة عن اختراق نظام الاحتلال المغربي والله باطل. الو، نسمعك الإمام. قلت لك على انه يعني خرق اطلاق النار وخاصة يعني الاتفاق العسكري رقم واحد ما يحتاج لهذا اللي طرا في القرقرات، لانه اصلا نظام الاحتلال المغربي اخترقوا من خلال يعني ثغرة القرقرات قانونية، لأنه اتفاق إطلاق النار كان سنة 1991 وثغرة القرقرات غير قانونية تم إنشائها على مستوى جدار الغلو العام المغربي اللي قصر أراضي الصحراوية لقطمين سنة 2002، وبالتالي هذا خرق ذو الخرق ما هو جديد خرق من سنة 2002. منطقة القرقرات والله ممثلين مختلف فعاليات المجتمع المدني اللي كانوا معتصمين حوالي شهر من الزمن من امام قبره، كانوا كل يوم يقوموا باعتصامات التنميه الحضاريه بشكل طبيعي، ويعني ما بدالهم في ذاك بعد نظام الاحتلال المغربي بالرقم من مجموعه من التحذيرات اللي جات من هنا وهناك. السبب واحد، هذا السبب هو على انه هذا نظام محتل والاحتلال دائما تتوقع منه الأسوأ ودائما توقعوا منه لا التنكيل والتعقيد، وهذا الشيء وهذا المسار وهذا ماشي فيه من 1975 وله يعني يعود شيء قريب والله شيء جديد على اللي صاد هو به على الشعب الصحراوي. يوم 13/11/2020 على الساعة 6:30 والله السابعة إلى ربع صباحا، القوات المغربية والتحديثات العسكرية اللي كانت متواجدة بين القاعدة العسكرية رقم 23 والقاعدة العسكرية رقم 22 شرق ثغرة القرقرات غير الشرعية، كانت عندنا قوة عسكرية كبيرة تتكون من حوالي 200 إلى 250 آلية. في اليوم اللي سابق ذاك فتحوا ثلاث يعني ثغرات شرق الثغرة، يعني احنا ما عرفنا كانوا باقين يعدلوا نوع من التمويه والله باقين يدخلوا يعني بلطجيتهم بين قوسين والله خارجين عن القانون،
والله حتى يعني مجموعة من الدرك من الأكيد المغربي زي مدني كانوا يحاولوا على أنهم يدخلوها من قطرة وتعود تحت حماية عسكرية. خالد يعني طيار ثاني والله تكلموا ثاني على أنهم كانوا باقين يعني ينشئوا جدار جديد من عند القاعدة رقم 23 إلى يعني نقطة الحدود الموريتانية مع التراب الوطني، بالتالي يعزلوا منطقة قرقرات نهائيا، وربما كانت الهولية فتح قطرة ثانية يعودوا يمروا من خلالها يعني ثروات وخيرات الشعب الصحراوي اللي كانوا يستنزفوها وكانوا يرهبوها. على العموم هذا كان فعلا كانوا مخططين وكانوا باقين يعدوا مراقبة المجموعة المستمرة من خلال لجنة المراقبة والترصد، يعني كشف كامل وفضح احتفال دائما تقدم به تقارير مفصلة لأعضاء الأمومية تنظيم استثمار الصحراء الغربية من أوسط. جنرال الاحتلال المغربي مين حاول يجرب هذه الطرق وهذه الأساليب المختلفة العسكرية يعني تحت قطاع مدني الشلت، وأصبح عنده خيار واحد بسبب الفانق اللي خلقته المجموعة وهو خيار التدخل العسكري. كيف قد يوم 13 نوفمبر 2011 بالساعة 6:30 إلا ربع هذه القوة العسكرية يعني شكلت عدة إخوانه عدة محرضها يعني تشكيل عسكري بنية الهجوم، ما هو بنية الترهيب ولا التخويف والله، لا بنية الهجوم. رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة والقائد على القوات المسلحة تابعت وجه المجموعة قال على أنه أي اعتداء عسكري والله مدني على عضو من أعضاء المجموعة اللي كانوا محتجين بطريقة سلمية وحضرية يعتبر بمثابة عودة الكفاح المسلح، يعتبر بمثابة يعني خرق الوقت إطلاق النار المبرم بين الجبهة الشعبية تحرير ساقية والواد والمملكة المغربية برعاية أممية، وهو ما حدث. نظام الاحتلال المغربي يعني المجموعة بين قوسين جرت مجتحمة ووقع في الفخ وارتكب الحماقة اللي كان الشعب الصحراوي ربما أغلبيته كانوا ينتظروها. تحوا الثغرات يعني الوسطانية منهم هي اللي مرر منها قوة، وهذه القوة كانوا يعني في الأمام تقدموها سيارتين رباعيات الدفع كانوا يفصلهم عن القوة حوالي 20 إلى 30 متر، ربما كانت عندهم نية على أنهم ينشطوا هذيك الكيل والله كيلين قدام القوة وعادة يعطوها إشارة للدخول. مقاتلين في التحرير الشعبي الصحراوي لماذا كانوا متواجدين؟ نعم في تلك الأثناء يعني الإمام قبل حدوث هذا الهجوم من طرف الاحتلال المغربي، هل كانت عندكم يعني معلومات أو كنتم قد لاحظتم نوع من تصرفات يعني من الجهة المقابلة على أنه سوف يكون هنالك أمر شبيه بما حصل يعني؟ ربما سمعنا الأخ الإمام سمعني ربما سمعنا على أنه تم انقطاع الاتصال عندكم وشكيتوا في الموضوع يعني حوالي 6 والله 7 مساء من يوم 12 نوفمبر 2020 قطعوا الاتصالات ويعني أرسلوا مجموعة من الواتسابات اللي كانت مجموعة تواصل بها وكنا ننقلوا بها يعني نشاطاتنا للعدل على أرض الميدان لمختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية وكذلك تشويش على الاتصال. عرفنا على أنه خارج أمر ما وعلى أنهم يحضروا الأمر ما، لا قلنا على أنه يعود تدخل لأنه على مدة يعني مدة تواجدنا في المنطقة، لكنهم متوقعين وكنا دائما نقولوا على أنه إذا ما خرج اليوم لا يخرج السبت. غير ذات النهار بالضبط كيف قلت هذا التشويش على الاتصال زاد يعني زاد شكنا يقين وعندنا داري خصوصنا على أنهم ساعة 2 أو 3 ربما فجرا ما كنا متوقعين يعني في الحقيقة على أنهم لاحقين ذم القبائلين يجون يعني واضح النهار، كنا نتوقع عنهم يجونا فجرا والله في الليل والله ويعني تبخرهم أمر ما والله ربما مرضوا واحدين من بوم هندستو كانوا يمشطوا المنطقة لعل يعود فيها سوم الألقام ولا يعود فيها
شي ذاك هو اللي بيها القلب. في تلك الأثناء مين كانت بعثة المينورسو؟ يعني كما نشوفه على أنه بعد الفيديوهات التي يعني نشرت وكذا على أنها كانت متواجدة بالقرب منكم، في ذاك الوقت بالضبط مين كانت البعثة يعني؟ والله أعضاء البعثة. البعثة كانوا متواجدين في المكان اللي دائما يوقفوا فيه على بعد حوالي 2 إلى 4 متر من المختصمين. المجموعة بالرقم من يعني قطعا بالشك باليقين على أنه ليخلق أمر ما، يعني المجموعة ما طرحت أي حساب لا توجهت يعني مكان الاعتصام واعتصموا بطريقة عادية كيف الأيام السابقة، وعضوين والله 3 من منسقي المجموعة توجهوا لأعضاء البعثة الأممية تنظيم الاحتلال الصحراء الغربية مينورسو وبلغوهم رسالة مفادها على أنه نظام الاحتلال المغربي راهو اتخذ الثغرات وراهو ربما 90% عنده نية للهجوم على المعتصمين وانتم تحملوا مسؤولية سلامة المعتصمين. للأسف الشديد أعضاء البعثة ادعوا على أنهم ما عندهم علم بذلك، وفهم عقبنا قالوا فعلا تلقينا معلومات على أن كلامكم صحيح ونحاولوا نغيروا الوضع. غير الوضع قوة عسكرية وجيش يعني متواجد بالمنطقة ما في تقدر تغير، إذا كنت باغي تغير تعود تفرح بذلك تبدا في عدو فاتو تطلعوا وشافوا ذا كامل ولا يحتاجوا بعد تفوه لأنه شاف العين المجردة. احنا قلنا لا نبلغوا من باب يعني بلغناه متوب باش ما يلومونا عاقبه، ولو ان في الايام التاليه يعني النقاش معهم ولا ما في الى البيت. حسينا على انهم ما هم مكترثين للامر بتاتا ولا هم مكترثين للارواح المدنيه المتواجدين. الامام يعني بعد تدخل الجيش الصحراوي لتامينكم شفنا بعض الصور يعني ربما يروج لها الاحتلال المغربي على انه بقياب هذا كامل يعني قياب الاعلام وقياب في ذيك الاثناء سلبت قدر من الصور في ذاك الوقت قبل. كان هذيك الصور اللي احنا شفناها كانت حقيقيه والله كانت مزيفه كيف ياسر من الصور اللي شفناها والفيديوهات، بس نطرحه يعني للمشاهد حقيقه ما كان يجد. نظام الاحتلال وأبوابه وإعلامه المضلل دائما يلوث نوع من التلفيقات ودائما يلوث. هو بالمناسبة اليوم اللي سمحنا للأشقاء الموريتانيين المدنيين بالولوج يعني مصر الحدودية الشقيقة موريتانيا مع التراب الوطني وانقلناهم على آلياتنا الشخصية ويعني وساعدناهم وحمد أمتعتهم، في اليوم الموالي كان يعني عناوين عريضة جرائد إلكترونية مثل ستريس وجود ولكم مجموعة من المواقع الإلكترونية عنوت يعني عصابة كويزان وكذا يتفقون أن تعدت يعني المدنيين الموريتانيين وتعدون عليهم وإلى آخره. يعني ترهات نظام الاحتلال المغربي وإعلامه وأبواقه هذه دائما تلوث بالوقت باش تشوه ذاك النضال السلمي وتشوه ذاك الوقفات الحضارية. مقاتلي جيش تحرير الشعبي الصحراوي يعني ما كانوا مع المجموعة ولا كان عندهم اختلاط مع المجموعة، غير كانوا أمر من قائد على القوات المسلحة يعني متواجدين بالمنطقة عن بعد بحماية يعني المعتصمين حمايتهم فقط. كما يعني أسلفت الذكر مجرد ولوج سيارتين الأولى يعني وقطعهم مسافة حوالي 20 متر من الثغرة التي يعني أنشئت ولا فتحت على مستوى جدار الدول والعالم المغربي بالشرق تعرف بالقرارات غير قانونيه، مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي ردوا عليها بالنار ونسبه النار بين الطرفين في الوقت اللي سمعنا اصوات كنا ظانين على انه ربما لقم انفجر والله شيء من هذا القبيل، وبالدقائق 4 إلى 5 دقائق تاكدنا على انه يعني بدات يعني مناوشات والله بدات باطلاق نار من الطرفين كذا يرد على الثاني. هذا اطلاق النار كان شمته تقريبا حوالي 12 الى 13 دقيقه. هذيك 12 13 دقيقه احنا كنا مازلنا متواجدين في مكان الاحتصام، حاولنا على ان
مثل المنطقة أعلامنا الوطنية لعل يجي حد إذا نسى أرشدنا أمورنا المهمة عندنا ويعني صرج إليها وقادر المكان تحت حماية مقاتلي جيش تحرير الشعب الصحراوي اللي ما كانوا متواجدين في المنطقة من أجل الحرب ولا من أجل قيام معركة، لا بالعكس كانوا متواجدين فقط لحماية المعتصمين. مشينا يعني قطعنا الطريق بأمان تحت حمايتهم، ويعني في الوقت اللي كنا ماشيين فيه راهي المواجهات ماشية ويعني الحرب قائمة والرد بين الطرفين كلهم يعني يقصف الثاني بالطريقة المواتية والله الطريقة اللي قائمة. في الوقت اللي قادمنا المكان كانت خارجة شاحنة هي اللي مثلية في القافلة، جيش الاحتلال المغربي بدأ يرسل قذيف عشوائي وآخر قذيفة درب كاميون ولا بعض الشاحنة الأخيرة من طابور السيارات اللي كنا ماشي فيها وسقطت خلفه بحوالي 20 إلى 30 متر. قادم من المكان لم يصاب أي أحد من المجموعة، يعني لم يصاب بأي أذى، ومقاتلي جيش تحرير الشعب الصحراوي يعني مشاو عادوا ذاك وراء المجموعة وتم دائما في حمايتهم إلى انهار وصولنا. هذه هي حقيقة الأمر. مخيمة. زين شفنا يعني في الفيديوهات ربما اللي انتشرت الأخ الإمام هو على أنه فور يعني انسحابكم أنتم بحماية الجيش الصحراوي على أنه يكان الجيش رجعوا في ذاك الوقت لتكميل وربط لمواصلة هذه يعني المواجهات مع الاحتلال المغربي ولا وقفوا وفهم عقب ذاك حتى مبدأ اللي شفنا. أعيد وأكرر على أن المجموعة من وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي اللي كانوا متواجدين في المنطقة ما كانت عندهم نية المعركة ولا هم جايين المعركة أيضا الاحتلال المغربي، بالعكس جاءوا لحماية المعتصمين لعل يتعدى عليهم حد، وجاءوا من علمه بالتحديثات العسكرية المتواجدة على مقربة ولا كان عندهم أي اختلاط مع المجموعة. وفور مقادرتنا كانت مقادرتنا تحت حمايتهم ولا بقوا في مواجهة يعني مع جيش الاحتلال، لأن هذه المهمة ما أوكلت إليهم، المهمة اللي أوكلت إليهم هي حماية المدنيين ويمرضوهم يعني البر الأمان الآخر. فوصولكم للمخيمات الأخ الإمام قلت عنه مجرد يعني ذاك تبادل إطلاق النار بين الطرفين المجموعة الموجودة يعني علمت على أنه جيش الاحتلال المغربي راه اخترق وقف إطلاق النار وعلموا، وبالتالي من ذاك الوقت ومن ذيك الساعة يعني الجبهة الشعبية تحمل الساق الحمراء والذهب علمت على أن وقف إطلاق النار كان من الماضي، وبدأوا مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي يدكوا مقابل العدو على طول الجدار من محلق القرقرة عصر القرقرة. زين من وصلت الإمام المخيمات عقب ذاك بدأت يعني أبواق الإعلام المغربي وطرف من الجزيرة يقول على أنه المعبر أصبح مثل ما كان من قبل وعلى أنه الشاحنات تمر والوضع عادي، يعني كيفاش يعني أنت بما أنك كنت متواجد كيفاش يعني ترد علينا ذاك الموضوع؟ احنا عارفين على انه كذب وعارفين على انه مزيف ولكن شهادتك انت اكبر. شوف احنا مهمتنا والله تواجدنا في اول الرساله اللي بعثنا بها المجتمع المدني الصحراوي هي على ان نغلق الثغره بشكل نهائي كمدنيين، لكن يعني عندما تطورت الامور واصبح فيه يعني قتال عسكري واصبح فيه تدخل عسكري بين طرفين احنا مدنيين ويعني مفروض علينا على اننا نغادر المنطقه. هذا اللي خلق عقب ذاك في نوع من العناوين المضلله على اساس انه منطقه قرقره وحرت من العصابه المرتزقه والى اخره، وذكر يعني الاوصاف اللي دائما يوصفنا بها نظام الاحتلال المغربي انه ما يجبر الشهود. هذاك الشيء يوهم به الشعب
يعني باش يأكدوا على أنه سيطر على المنطقة، وعلى أنه إذا كان سيطر على المنطقة ما يعودوا يعني بدل مقاتلين جيش تحرير الشعب الصحراوي ركحوا في ذاك النظام حوالي 4 ساعة، والله نص ساعة إذا كان شيء أكثر من ذاك، والله كان متواجد عدد أكثر من ذاك ما تعود الأخبار ذيك فيه. لكن اللي يخرج عقب ذاك ما يهمنا، ذاك شعار بين الجبهة السعودية تحرير الساقية الحمراء وذاك نظام الاحتلال المغربي وبين الجيشين، احنا ما عندنا علاقة لا بالجيش لا عندنا علاقة لا بالعسكر. احنا قلنا أن يتم متواجدين وقابطين في ذيك الثغرة ما نمتنزلين عنها لين تقرا بشكل نهائي، والله اتحاد اعتدى علينا حد. لكن حد امر ثاني يعني الجبهه، احنا مقاتلين في تحرير الشعب الصحراوي قالوا لنا على ان فرض ذيك متنزله، لانه هذا الدواء يعني يعني ذات النار وكذا، وعاد يعني رد من هون وهوك على مستوى الجانبين، وعاد مفروض على ان قادروا وفور مقادرتنا شفنا ياسر من مسرحيات المعبر وحرر بيانهما ورجع بطبيعته ومجموعه من الفنانين ومجموعه من الابواق يسير وفم قدامه وقرع ذاك خسر هذا ذاك الدكتور والله ثلاثه راسهم في ذاك الدكتور مبشر مني متواجدين فيها كاملين على انهم ينتظروا ولكن ليس قباله لوقا من النار والحديد يتصد على ذاك اللي في الرحبه كامل باذن الله. صحيح. إمام، وصلت المجموعة المخيمات حظت بمجموعة من يعني الاحتفالات كيف شفناها عبر يعني الولايات، كيفاش يعني كان هذه يعني الأجواء وصفان يعني شفناها في الفيديوهات ولكن عندها طابع خاص؟ أولا أعيد وأكرر، نحن لسنا بضعاف حظ، نحن مدنيين كنا نقوم بمجموعة من الاحتفالات السلمية الحضارية يقر يعني تطور الاحداث، اكد لك على انه قوم وصولنا لمخيمات عزوز كرام وحتى على طول يعني جدار ظلم العار المغربي من خلال يعني مرورنا ببعض النواحي العسكريه المقاتله في تحرير الشعب الصحراوي، راينا فم ياسر من الحماس من قطع النظير، وراينا فم ياسر من التحدي وياسر من الصمود وياسر من الرغبه في استرجاع الاجزاء المحتله من ترابنا الوطني، وياسر من التطوع وياسر من التبرع بالنفوس وبالارواح وبالنيات يعني الخاصه وبالاموال وبالكامل تمادات اهل الصحراء كامله من كل فج عميق من المهجر ومن الشتات ومن الريف الوطني ومخيمات عز وكرامه من كل مكان. فور وصولنا المخيمات هذاك الاستقبال ما كان استقبال، لان يعني احنا بين اهلنا وبين شعبنا ولو انه على تراب بلد ثاني، واذا كان يتفقوا نظام الاحتلال المغربي يقر كان استقبال عفوا المجموعه قدت على انها تخلق نظام الاحتلال المغربي ويعني تجر له اللحم عفوا الشحمه وتفرسل على انه يعود لا حول ولا قوه له يشتاط بكيل قريق ويعود يستخدم السلاح بدل الطرق الثانيه اللي فشلت كامله. وكان ذاك الحماس وذاك الاستقبال ما هو استقبال، لان احنا ما عدلنا شيء ما عدلنا شيء، عدلنا شوي من واجبنا اللي يعني ما لنا حاسين به عنه شيء كبير، ذاك هو هذاك الاستقبال هو استقبال عفوي. وذاك اللي شفته عاقب ذاك في مختلف الولايات ومختلف مراكز تدريبيه العسكريه ذاك يعني نوع من الحماس اللي استقبلوا به المواطنين المجموعه مؤخرا واليوم بالتحديد الإمام. نعم. باش ما نتخطاو يعني على ذكر يعني مراكز التدريب ولا المدارس اللي فيها المتطوعين، انتم يعني شفتوهم وشفتوا يعني شنو الجاهزيه واقبال هذه الشباب يعني على خوض الحرب وعلى التدريب وكيفاش يعني؟ صدقني آلاف مؤلفة من الشباب الصحراوي التحقوا مؤسسة الشهيد ولي العسكرية وقاعدة الشهيد غدال ومدرسة الشهيد عمي التطبيقية والشهيد الزهرة الزهرة للبنات، ذا كامل بين في الجامعيين والخريجين والتجار واصحاب المهن الاخرى والمتطوعين اللي جاوا من الخارج، كافيك على انه متطوعين صحراويين شقوا البحار
من بلاد القربة من أوروبا ومن غيرهم ودول الجوار جاءوا تنادوا، وللمرة الأولى في تاريخ شعب الصحراء وتاريخ الجبهة الشعبية تحرير الساقية الحمراء وادي الذهب تحاول على أنها تعد الطوارئ، مجرد قالوا على أنه 24 ساعة القادمة ينعد الطوارئ اللي جاءوا خلصوا، هو عادوا يقولوا للناس ترجع عنا هذا يعني تديروها إلى يعني مجموعات ثانيه والله 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 مجموعات ثانيه، وبالتالي التقاط الطوارئ لانه اصلا الناس هجمت على وزاره الدفاع وهجمت على يعني مؤسسات الدوله باقيه تمشي، وقال لي اطلع السيارات الشخصيه وقام قاع لي يوم قال لا ماشي، وبالتالي خلق نوع من الاندفاع ونوع من الحماس ونوع من الشجاعه المنقطع النظير، ولا تتشبث اي واحد مخيمات عزة وكرامه كافك عن سيارات اجره ما في تجبرها، لانه ما تخالف حد يسوقهم بصريح العباره. ما تخالف حد يسوقهم. الناس كامله تنادي بالمعلم، بالاستاذ، بالطبيب، بالجراح، بالصحفي، بالمصور، يعني الناس كامله تواجدت والناس كامله تنادي وبشكل عفوي وبشكل تطوعي. تراه ما في اي نوع من الاجبار ولا اي نوع من الفرص ولا اي نوع من الكراهه البتة. يعني الناس جات طواعية رجال ونساء، لا تجبر راجل يزقنا مخيمات عز الكرام كافيك عن يعني حراسات ليرية 90% منها اللي تعدل بالتعاون طبعا مع القوى العمومية هم النساء، ردونا ذيك الكرة تاع 94 و95 النساء هم اللي يقوموا بحراسات ليرية بالتعاون مع القوى العمومية هي اللي تواجد، فما عدا ذلك الناس كاملة يعني التحقت مراكز عسكرية تدريبية. بالنسبة فقط سياراتهم الشخصية، اللي عنده سيارة شخصية جابها هاكوها هاكو زرمزوها هاكو بنتروها، وخارج نقطة اسمح لي طولت عليك شوي، جماعتنا جاية في الطريق وخذنا واحد رينا يعني مئات من الصحراويين كلهم جايب سيارتين ثلاثة شخصية، اللي كان في الريف اللي كان في يعني المناطق المجاورة، وكلها يقعد آخر وقت يقول راح أعرفهم نفسي وروحي راح أعرفهم سيارات عدوية آن وهو بلا. ربما يعني هذا العمل والله ما شفناه في دولة ثانية، على انه منين تعلن على انه الحرب وتعلن الاستعداد للحرب يكون في ذا النوع من التطوع، ذا النوع من الاقبال، صراحه شيء مشرف بالنسبه للقضيه وبالنسبه لنا احنا كشعب صحراوي. الامام باش نختمه يعني هذا البث المباشر، خلاص يعني للموضوع، شنو الرساله اللي وصلتها يعني هذه المجموعه منين حضرت في هذه المنابر ومنين حضرت في هذه المهرجانات ومنين جات، شنو الرساله على الرساله الختاميه؟ هذه المنابر وهذه المنابر فعلا لانها هي منابر، لانها ما هي استقبال، كان فيها لا تعميم للذي يخلق كامل، لانه الذي يخلق احنا المجتمع المدني الصحراوي هو اللي حملنا رساله على اننا نمشي بها ونطبقها على ارض الواقع، وبالتالي نفرض علينا على اننا كل ولايه نجوها ونعموا عليها، للي قلتونا رانا وصلناها بالطريقه الفلانيه وعدلنا وكذا ونظمنا وقفات وعاقب ما تم الاعتداء علينا وكذا، يعني كل شيء شرحنا لهم بالتفصيل، لانه ذا من حقهم وذا مفروض علينا، لانهم هم اللي مشينا النهار الاول، اجبرنا قدر من الحماس، اجبرنا قدر من التحدي، اجبرنا قدر من السنين، اجبرنا قدر من الرغبه الجامحه العوده للوطن والتحرير الاجزاء اللي يعني محتله من قبل نظام الاحتلال المغربي، واجبرنا ياسر من الحماس منقطع النظير والرغبه بالانضمام للمدرسه الوطنيه العسكريه للبنات. نوصل للختام هذا البث المباشر. نشكرك زميل الإمام على هذه الحوصلة من المعلومات اللي ربما الرأي العام كان متعطش لها باش يعني باش يعرفها ولا باش يتقرب للموضوع زين. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.